الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في الباب التاسع عشر: قال: باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: أخبرنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بهذه القصة، قال: وهما يعني علياً والعباس رضي الله عنهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير. قال أبو داود: أراد ألا يوقع عليه اسم قسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يأتي في سياق قسمة الفيء والغنائم، وقد مر معنا عدد من الأحاديث فيها بيان لكيفية قسمة هذه الأموال، ومر معنا في الدرس الماضي أن العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما جاء إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يسألانه أن يدفع إليهما الأموال التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين هو رضي الله تعالى عنه أنه قد سبق له ما أن جاءه فطلب منه أن يعطيهما هذه الأموال، فبين له ما أنها ليست لهما وإنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن يأتي بعده من الولاة. ثم بعد ذلك أعطاها لهما ولم يعطهما كل الأموال التي اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام اصطفى، أي اختار، أموالا محددة لخاصة نفسه ينفق منها على أهله وحاجاته، ثم يرد الباقي في حاجات المسلمين. هذه الأموال ليست ميراثاً كما تقدم معنا، ليست ميراثاً لأقاربه بعده كما يرث الأقارب من قريبهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث، لا هو ولا من قبله من الأنبياء، كما جاء في الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فلما علم علي بن أبي طالب وعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما أنهما لا يستحقان شيئا في تركة الرسول عليه الصلاة والسلام، لهذا المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يترك شيئا يقسم بعده لورثته، وإنما الذي يتركه يكون صدقة في مصالح المسلمين، ولكنه دفع بعض هذه الأموال وهي أموال بني النضير. بنو النضير قبيلة من قبائل اليهود في المدينة، وكل اليهود الذين كانوا في المدينة نكثوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة عمل معاهدة بينه وبين اليهود في المدينة، ومن بنود هذه المعاهدة
أنهم يتعاونون في دفع الأعداء الذين يهاجمون المدينة، ومن بين هذه الأعداء بنود هذه الاتفاقية أنهم لا يعتدون على أحد، ولهم دينهم في بيعهم وأماكن عبادتهم يؤدون شعائرهم فيها، وللمسلمين مساجدهم وأماكن صلاتهم مع رسولهم عليه الصلاة والسلام. لكن اليهود نكثوا، وكان ممن نكث هؤلاء بنو النضير، خططوا لقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبره الله سبحانه وتعالى بواسطة الوحي بما عزم عليه هؤلاء، فذهب إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وناجزهم، فتم الاتفاق على أنهم يخرجون بأنفسهم وأولادهم، وأنهم يحملون الشيء الذي يمكن حمله على ظهور الدواب، فتركوا بذلك المزارع، وتركوا البيوت، تركوا أموالاً كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءته هذه الأموال، وهذه الأموال كما قلنا في الدرس الماضي هي ما يسمى في الإسلام أموال الفيء. الفيء فيها عندنا أموال غنيمة وأموال فيء، فأموال الغنيمة هي ما يؤخذ من الكفار في المعركة بالقتال، وأما الفيء فهو ما جلى عنه الكفار وتركوه بدون قتال، وكانت أموال بني النضير من هذا الصنف. فالنبي عليه الصلاة والسلام اصطفاها فيما اصطفى، يعني اختارها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام له حاجات، أهله يحتاجون، وهو عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى الإنفاق، ويأتيه من ضعفاء المسلمين ومن فقرائهم ومن أصحاب الحاجات من هم بحاجة إلى إنفاق، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينفق عليهم من هذا فيما زاد عن حاجته وحاجة أهله. بقيت أموال أخرى غير أموال بني النضير اصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر وفي فدك وفي غيرها، النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاها. لكن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لم يدفع إلى العباس وإلى علي رضي الله تعالى عنهما إلا أموال بني النضير، يعني ما أعطاهم كل الأموال التي اصطفاها الرسول عليه الصلاة والسلام. فرضي بادئ الأمر، رضي أن يشترك في الولاية عليها، ليست ميراثا لهما، ولذلك قال هنا لم يسمها قسما، ما قال إنه قسمها بين علي وبين والعباس، لا، لأنه لو قسمها بينهما لظن أنه إنما فعل ذلك بحكم الميراث، وهي ليست ميراثا، وإنما فوض إليهما الولاية، يعني التصرف في هذه الأموال في مصارفها الشرعية، أي أنهما ينفقان منها على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وينفقان منها على بني هاشم المحتاجين منهم، وينفقان ما تبقى في حاجات المسلمين. فعمر رضي الله تعالى عنه صنع معهما ذلك، لكنهما بعد مدة عاد إليه واختصما في هذا الأمر، لأن علي رضي الله تعالى عنه استبد بالتصرف في هذا المال، يعني لم يترك لعمه أنه يتصرف، تصرف فيه هو بمقتضى الولاية. فعمر رضي الله تعالى عنه قال لهما إما أن تمضي العهد الذي بيني وبينكما أن تتولياها، فإذا عجزتما عنهما فردها إلي، أنا الذي أتولى أمرها. لماذا؟ لأنه هو خليفة أبي بكر، وأبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان أبو بكر هو الذي يليها، ما أعطاها لبني هاشم، وعمر لم يعطيها للعباس وعلي
إلا بعد أن طلباها منه بعد مدة، فأفوض إليهما الولاية ولم يقسمها بينهما، لم يعطهما الميراث، وهما في الأساس جاء يطلبان الميراث على عهد أبي بكر وعلى عهد عمر، جاء يطلبان الميراث. علي رضي الله تعالى عنه زوج ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، زوج فاطمة، فهو يطلب النصف، نصف ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الابنة الواحدة تأخذ النصف، والعباس هو العصبة، فهو يطلب ما تبقى، يطلب النصف الآخر، لكن خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوافق على ذلك، استدلالا بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ففوض إليهما الولاية عليها ولم يسمي ذلك قسما، لأنه لو سماه قسما لكان ذلك من الميراث، وربما هذا في عهده أو ربما في العهود التي تلي ذلك، فيظن الناس أنهما اقتسما ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لا يصح في الإسلام. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبدة. المعنى أن سفيان بن عيينة أخبرهم عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا ينفق على أهل بيته. قال ابن عبدة: ينفق على أهله قوت سنة، فما بقي جعله في الكراع وعدة في سبيل الله عز وجل. قال ابن عبدة: في الكراع والسلاح. المقصود بالكراع ما يركب عليه في الحرب، الإبل والخيل، كان النبي عليه الصلاة والسلام، هذه عدة الحرب، هذه من عدة الحرب مع السلاح، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل ما يفيض عن حاجة أهله كان يجعله في الكراع والسلاح، يعني في العتاد الحربي الذي يحتاج إليه المسلمون. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أنبأنا أيوب عن الزهري قال: قال عمر: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، قرى عرينة، فدك، وكذا وكذا، مما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق. قال أيوب أو قال: حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم. نعم، يعني هذا أيضا تقدم مثله في الدروس الماضية، أن الله سبحانه وتعالى جعل الفيء هذا للمسلمين على ترتيب أقدميتهم وأسبقيتهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كل هؤلاء لهم أحقية، لكنهم يأخذون بالترتيب، المهاجرون ثم الأنصار ثم من تبعهم بعد ذلك بإحسان. وكل المسلمين كما بيّن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، كل مسلم يستحق في هذا المال الذي يرد إلى بيت مال المسلمين من الفيء والغنائم إلا الأرقاء، المماليك في ذلك الزمان. الآن انقطع هذا الأمر، لم يبقى هنالك مماليك، لكن في ذلك الزمان كان الأرقاء موجودون، فالأرقاء حتى وإن كانوا من المسلمين لكنهم
لا يستحقون من الفيء، لكنهم يستحقون الإعانة ونفقة المحتاج، لكن أن يكون لهم سهم كما لهذه الفئات الثلاث هذا لم يثبت، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يعطي الحرة والعبد ويعطي الحرة والأمة، لكن عطاؤه للحرة غير عطائه للأمة، إعطاء العبد وإعطاء الأمة هذا من باب التفضل من باب الرعاية، لكن غيرهم من المسلمين من الطبقات الثلاث التي ذكرت السابقون المهاجرون والأنصار ومن تبعهم بإحسان هؤلاء لهم نصيب مقرر على ما ذكره أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: الرجل وغناؤه، والرجل وقدمه، والرجل وحاجته، كل هؤلاء أيضا لهم نصيب. وأيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي المتأهل نصيبين ويعطي الأعزب نصيبا واحدا، هذا كله في حق هؤلاء هذه الفئات الثلاث التي أشير إليها. نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حا وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد العزيز بن محمد حا وحدثنا نصر بن علي قال أنبأنا صفوان بن عيسى، وهذا لفظ حديثه، كلهم عن أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنو النضير وخيبر وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزئين بين المسلمين، وجزءا نفقة أهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. قال: حدثنا يزيد بن خالد ابن عبد الله ابن موهب الهمداني قال: حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً. نعم، هذا هو ما ذكر في القصة في بدايتها، أن فاطمة رضي الله تعالى عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزوج أم المؤمنين، زوج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأم الحسن والحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى أبي بكر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله ميراثها، وهذا دليل على أنها ما كانت تعلم عما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، فجاءت تسأله ميراثها. وهذا أمر ليس فيه غرابة، أن الابن أو البنت يسأل ميراثه من أبيه،
لكن النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية في هذا، أنه ليس كسائر البشر، لا يورث، لا يورث. فجاءت تسأل أبا بكر، ومن المعلوم المستقر عند أهل السنة وعند العلماء الراسخين محبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقيره لهم، وتقديمه لهم على من عداهم من الناس. لكنه في هذا الأمر لم يجاوز ما علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام الشرع، فأبى أن يعطي فاطمة من هذا، مستدلا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي مر ذكره: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فجاء من يزعم، وبخاصة في هذا العصر من يزعم مظلومية فاطمة رضي الله تعالى عنها، وأن أبا بكر بخسها حقها أو منعها حقها، وهذا أمر لا يمكن أن يقبل عند من كان في قلبه إيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، أن يكون أبو بكر هو الذي يعتدي على ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمنعها حقها، لكنه لم يعلم لها شيئا. وهذا دليل على النزاهة، مهما كان لدى الإنسان من محبة وميل وتوقير وتقدير لغيره، يجب ألا يطغى ذلك على حدود الشرع ولا على أحكامه. لو كان لها شيء في شرع الله لأعطاه إياها. ثم بعد ذلك هذه الصفايا التي اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أموال بني النضير وأموال خيبر وفدك وغيرها، هذه النبي عليه الصلاة والسلام جعلها حبساً أي أوقافاً، وخصص كل منها لشيء. فأموال بني النضير خصصها لأهله، وما فاض عن ذلك كان يصرف في حوائج المسلمين، وأموال خيبر كان قد خصصها للفقراء، وأموال فدك وهكذا للمساكين، كل هذه مخصصة. ولذلك لا نستغرب أن يقوم أبو بكر وأن يقوم بعده أمير المؤمنين عمر على هذه الأموال لإنفاقها في مصارفها فيما حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حدث، نؤكد هذا مرة أخرى، ما حدث من تسليم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أموال بني النضير للعباس ولعلي رضي الله تعالى عنهما، إنما هو تسليم للولاية عليها، وليس إعطاءهما من باب الميراث، لأنها أولا لا تورث، فهي حبس، هي أوقاف. والأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث. فهذه هي قصة الحبس والصفايا التي اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه اختار هذه الأموال. وما كان للنبي عليه الصلاة والسلام، ما كان له أن يختار شيئا ولا أن يفعل شيئا أو أن يترك شيئا إلا بالوحي، لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أيده الوحي في ذلك ودله عليه، ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك ويختص بشيء من هذه الأموال لنفسه ولأقاربه، وأن ينفق الباقي في مصالح المسلمين. ولا نستغرب أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خصص هذه الأموال أولاً للإنفاق على أهله وأقاربه، لأن هؤلاء أيضاً لهم حاجات. والله سبحانه وتعالى قد كرم رسوله عليه الصلاة والسلام، وكرم كل من حوله ممن يتصل به، فإكرام أزواجه وإكرام أقاربه صلى الله عليه وسلم هذا بنص كتاب الله تبارك وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول
ولذي القربى واليتامى والمساكين، قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هذا ليس على سبيل الميراث، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم على سبيل الحاجة، المحتاج منهم كان يأخذ وكان يعطى من هذا المال حتى لو احتاج إلى الزواج، والزواج حاجة من أعظم الحاجات، كانوا يأخذون من هذا المال، وسيأتي معنا بعض من هذا إن شاء الله. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بهذا الحديث قال وفاطمة رضي الله عنها حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. قالت عائشة رضي الله عنها فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. هذا أيضا زيادة تأكيد من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما روي عن أبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنه من أن أقارب النبي عليه الصلاة والسلام لا يستحقون من ميراثه شيئا، ليس له مال يورث عنه، المال الذي تركه بعده صدقة في مصالح المسلمين، وإنما يعطى أقاربه وأهله من هذا المال بقدر حاجتهم، ما يسد حاجته. نعم. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته بهذا الحديث قال فيه فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيق. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس رضي الله عنهم، فغلبه علي عليها. وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم. نعم، هذا يعني الأمر في كل صفايا النبي عليه الصلاة والسلام. بنو النضير هي التي دفعها عمر رضي الله تعالى عنه إلى علي وعباس، وأما بقية ما اصطفاه النبي عليه الصلاة والسلام فهو صدقة تركه النبي عليه الصلاة والسلام لنوائبه وللمساكين ولمصالح المسلمين، وبقيت هذه الأموال غير أموال بني النضير بيد من يلي خلافة الرسول عليه الصلاة والسلام، بقيت في يد أبي بكر وبقيت أيضا في عهد عمر. الشيء الذي في هذا هو أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أظهر حزمه وعزمه أنه لا يدفعها لأحد، وأنه لا يغير شيئا فيها، سيتركها على ما كان عليه الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت صدقة يدفع جزء منها لأهله وأقاربه لقضاء حوائجهم، وينفق الباقي في مصالح المسلمين على السلاح والكراع وعلى المساكين وعلى ذوي الحاجات. هذا ما كان عليه العهد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فأبو بكر استمسك بذلك، وهذا من أعظم ما ينبغي أن يستمسك به ولي أمر المسلمين، أنه يتابع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء الأمر إلى عمر كما قلنا نازعه علي والعباس فدفع إليهما
صدقات بني النضير خاصة ليلياها، وأما بقية الأموال فقد كانت تحت ولايته هو. ماذا قال عمر؟ قال هي تحت ولايته ولمن يأتي بعده، يعني من يأتي بعده ولي أمر للمسلمين هو الذي يتولى صرف أمثال هذه الأموال في وجوهها. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا ابن ثور عن معمر عن الزهري في قوله تعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك وقرى قد سماها لا أحفظها وهو محاصر قوما آخرين، فأرسلوا إليه بالصلح قال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يقول بغير قتال. قال الزهري وكانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا لم يفتحوها عنوة، افتتحوها على صلح، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، لم يعطي الأنصار منها شيئا إلا رجلين كانت بهما حاجة. هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن هذه الأموال. وأما تقديمه عليه الصلاة والسلام للمهاجرين على الأنصار في مثل هذا حيث لم يعطي إلا المهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا إلا رجلين حضرا، هذا متسق مع ما ثبت من أنها في حاجات المسلمين، والمهاجرون هم الفئة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أولا، وهم أعلى طبقات المؤمنين، وأيضا تركوا ديارهم وأموالهم فهم محتاجون، وأما الأنصار فهم في مواطنهم وفي أموالهم وفي مزارعهم، فالمحتاج من هو في مثل هذا؟ هم المهاجرون الذين تركوا أموالهم وديارهم وجاءوا إلى المدينة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وليس معهم شيء، فالرسول عليه الصلاة والسلام قسم هذه بينهم، لم يعطي الأنصار منها شيئا إلا أنه أعطى رجلين من الأنصار أصحاب حاجة حضر هذه القسمة فأعطاهما لحاجتهما. وهذا من الأدب، من الأدب ومن مراعاة الخلق، مراعاة النفوس أيضا، حاجات النفوس، أنه إذا حضر المحتاج حتى ولو لم يكن من أهل الاستحقاق أنه يعطى تكرمة له. حتى في قسمة الميراث بين الناس، في قسمة الميراث بين الناس الله سبحانه وتعالى وجه عباده إلى ما هو الأفضل والأكمل، وإذا حضر القسمة، قسمة ماذا؟ قسمة الميراث، قسمة الميراث يقسم بين الأقرباء الذين يستحقونه، لكن الله سبحانه وتعالى أيضا دفع جشع النفوس ووجه المؤمنين إلى ما هو الأفضل والأكمل. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، ليس بالضرورة أن يجعلوا في مستوى الوارثين، لا، لكنهم يعطون ويعتذر لهم ويقال لهم القول المعروف، هذا أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى وأبقى بركة في هذا المال، وأيضا ينزع الغل والشح من النفوس. الإنسان إذا أخذ شيئا وهو غير مستحق أعطي من هذا المال سيقع ذلك في نفسه موقعا حسنا. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في قسمة الغنائم، إذا حضر القسمة، قسمة الغنائم، من ليس من المجاهدين وقت القسمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يرضخ لهم. ما معنى الرضخ؟ أنه كان يعطيهم شيئا يسيرا، يعطيهم شيئا يسيرا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام خصص هذه الأموال، أموال بني النضير، لقسمتها بين المهاجرين. لكن لما حضر هذان الرجلان المحتاجان من الأنصار
النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهما أيضا مراعاة لحاجتهما. هذا كله يؤكد أن هذه الأموال التي اصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام ليست ميراثا بعده، وإنما هي تصرف في حوائج المسلمين منذ أن كان الرسول عليه الصلاة والسلام على قيد الحياة، وجعلها حبسا يعني أوقافا لهذه الأمور. فأبو بكر استمسك بما كان عليه الحال عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وعمر كذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير عن المغيرة قال جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة رضي الله عنها سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله. فلما أن ولي أبو بكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عمل حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر ابن عبد العزيز، ثم قال عمر يعني عمر ابن عبد العزيز فرأيت أمرا منعه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام ليس لي بحق، وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخلافة وغلته 40,000 دينار، وتوفي وغلته 400 دينار، ولو بقي لكان أقل. نعم، هذا تأكيد أيضا لأن فدك كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال التي اصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اختارها لإنفاقها على أهله وذوي قرابته وما بقي ينفق في حاجات المسلمين. الذي ذكر في هذا الحديث أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته تسأله أن يعطيها فدك. هي طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أن يعطيها، أن يقطعها هذه الأرض، أرض زراعية ثمينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبى عليها ذلك، أبى عليها ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس له ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. فمضى الحال على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت تنفق في الحاجات التي مر ذكرها، وجاء عهد أبي بكر فكانت على هذا الحال أيضا، وجاء عهد عمر فكانت على هذا الحال تنفق في حاجات أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، وما زاد ينفق في حاجات المسلمين. ثم لما آل الأمر إلى بني أمية، دولة من أعظم الدول، دولة بني أمية بعد الخلافة، لما آل الأمر إليهم وتسلسلت الولاية فيهم إلى مروان ابن الحكم، مروان أقطع فدك، طلب فدك فأعطيها، أخذ فدك. ولو عدنا بالذاكرة قليلا إلى ما كان عليه العهد في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها كانت في حوائج النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته وحوائج المسلمين، لم يرضى أن يقطعها لفاطمة ابنته. ثم بعد ذلك آلت إلى عبد العزيز بن مروان. عبد العزيز بن مروان ما هو؟ من هو؟ والد عمر بن عبد العزيز،
ثم آلت بعد ذلك، يعني هذه فدك لمن؟ لعمر بن عبد العزيز رحمه الله. عمر بن عبد العزيز آلت إليه أرض فدك، فلما تفكر في شأنها وعرف قصتها وجد أن هذه الأرض كانت مما اصطفاه الرسول عليه الصلاة والسلام وأوقفه في مصالح المسلمين، ومنعها من منع ابنته منها، طلبته فاطمة أن يقطعها هذه الأرض فأبى، وهي الآن أصبحت تتداول، أقطعت لمروان بن الحكم فتملكها بهذا الإقطاع، ثم ورثها بعده ابنه وابن ابنه عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز أراد أن يتخلص من هذا الأمر لأنه يرى أنه مخالف لعهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولما كان عليه الحال في زمنه وزمن خلفائه بعده، فجمع بني مروان أهل الملك، جمعهم وأهل الرأي، وقال لهم إن هذه قد آلت إلي، والرسول عليه الصلاة والسلام قد منعها ابنته فاطمة، ولست بأفضل ولا أحسن ولا أقرب إلى الرسول من فاطمة، فأنا أردها لأني لا أستحقها، أردها على ما كان عليه العهد في زمن الرسول وفي زمن خلفائه أنها في حاجات أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وحاجات المسلمين. وهذا منه رضي رحمه الله ورضي عنه ليس بمستغرب، لأن هذا الرجل جعل الله سبحانه وتعالى في ولايته خيرا كثيرا، وجعل في ولايته إنصافا وعدلا، أعاد الحقوق إلى أصحابها وأقام الأمور واغتنى الناس واكتفوا، حتى كان يبعث إليهم من بعض البلاد بأنهم لا يجدون من يقبل الزكاة، كل الناس أغنياء. هذا في مدة قصيرة، سنتين وبعض أشهر، هذا عمر بن عبد العزيز، فهو أعادها. هنا الراوي يقول إن عمر رضي الله رحمه الله كان قبل هذه الحادثة، قبل أن يعيد فدك إلى ولاية المسلمين وكانت له آلة إليه، يقول كان خراجه، يعني ما دخله 40,000 دينار، هذا شيء يعني كبير جدا، دينار ذهب يعني في ذلك الزمن، 40,000 دينار كانت في كل سنة تأتي إليه من هذه الأرض، فلما ردها نقص خراجه، يعني دخله السنوي الذي يأخذه من الولاية وما يرد إليه، إلى 4,000 دينار، يعني العشر، العشر. يقول لو بقي عمر حيا لنقص هذا الخراج أكثر أيضا، لأنه كان يتخلص من هذا الأمر كثيرا. وروي أنه رحمه الله لما توفي لم يجد في تركته إلا 12 دينارا كفنوه منها وجهزوه، ولا بقي لورثته 10 دنانير توزعها ورثته بعده أبناؤه، فرحمه الله وجزاه عن الإسلام خير الجزاء. هذه هي قصة الفيء الذي أفاءه الله على رسوله، وقصة الصفايا، الأموال التي اختارها الرسول عليه الصلاة والسلام ووزعها في مصارف معينة، خصصها لهذه المصارف. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
إن الله عز وجل إذا أطعم نبياً طعمه فهي للذي يقوم من بعده. نعم، هذا تأكيد لما تقدم. ما قال الحديث الذي تقدم معنا: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، لكن هذه رواية تعضد ما تقدم، يعني كالشاهد للحديث المتقدم أن هذا الذي يتركه النبي إذا أطعمه الله، يعني إذا اختصه، إذا أعطاه شيئا، فهو لمن يلي الأمر بعده، يعني التصرف فيه ليس لأقرباء النبي ولا لورثته، وإنما لمن يلي الأمر بعده. وهذا ما فقهه أبو بكر وما فقهه عمر رضي الله تعالى عنهما بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يعملان في هذه الأموال بعمل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. يعني نفقة نسائه واضحة، من هو عامل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو الخليفة الذي يأتي بعده، يأخذ من هذا المال نفقته، يأخذ من هذا المال حاجته، فما زاد عن نفقة أهله وما زاد عن نفقة العامل الذي يلي أمر المسلمين بعده يكون صدقة. هنا نتوقف إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير.